أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي شرح تقريب النواوي للإمام النووي رضي الله تعالى عنهم أجمعين في علم مصطلح الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا نقرأ في نوع جديد، وهو النوع 46، وهو النوع السادس والأربعون. من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، اللي هو علم السابق واللاحق. للخطيب فيه كتاب حسن، ومن فوائده حلاوة علو الإسناد. مثاله محمد بن إسحاق السراج، روى عنه البخاري والخفاف. وبين وفاتيهما، أي البخاري والخفاف، 137 سنة أو أكثر، والاثنين روى عن إيه؟ عن واحد. والزهري وزكريا ابن دويد عن مالك، وبينهما كذلك، يعني 130 سنة. طيب، النوع 46، السابق واللاحق، وهو معرفة من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. للخطيب فيه كتاب حسن، سماه السابق واللاحق. ومن فوائده حلاوة علو الإسناد في القلوب والتعجب. إن بينهم 130 سنة، والاثنين روى عن إيه؟ شيخ واحد. وألا يظن سقوط شيء من الإسناد، ما يظنش إن في سقط شيء من الأسانيد بتاعة الروايتين دول. مثاله محمد بن إسحاق السراج، روى عنه البخاري في تاريخه، وأبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري. وبين البخاري والخفاف بين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر، لأن البخاري مات سنة 56، والخفاف مات سنة 93. ده يكاد كمان أكتر. والزهري وزكريا بن دويد رويا عن مالك، وبينهما كذلك، فإن الزهري مات سنة 24، وزكريا بن دويد مات حدث سنة 62، ولا يعرف وقت وفاته. قال العراقي:
والتمثيل بزكريا سبق إليه الخطيب. ولا ينبغي أن يمثل به لأنه أحد الكذابين والضاعين. زكريا بن دويد. ولا يعرف سماعه من مالك وإن حدث عنه. الله الله. فقد زاد وادعى أنه سمع من حميد الطويل وروى عنه نسخة موضوعة. فالصواب أن آخر أصحاب مالك أحمد بن إسماعيل السهمي، ومات سنة 59 و200، فبينه وبين الزهري 135 سنة. أنه يحط إيه أحمد بن إسماعيل السهمي ده ثقة ومن أصحاب مالك، ومات تأخرت وفاته إلى سنة 59 و200، فبينه وبين الزهري 135 سنة. ومن أمثلة ذلك في المتأخرين أن الفخر بن البخاري سمع منه المنذري والصلاح بن أبي عمرو بن أبي عمر شيخ شيخنا. ومات المنذري سنة 56 و600، والصلاح سنة 80 و700. يعني بينهم أيضا 130 سنة تقريبا، 124 سنة. والبرهان التنوخي شيخ شيوخنا سمع منه الذهبي وروى عنه فيما ذكر شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر، ومات سنة 48 و700. وآخر أصحابه أبو العباس الشاوي، مات سنة 84 و800. قال شيخ الإسلام أي الحافظ ابن حجر: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك 150 سنة. ذلك أن أبا علي البرداني سمع من السلفي حديثا ورواه عنه، ومات على رأس 500. وآخر أصحاب السلفي صبته أبو القاسم بن مكي، مات سنة 50 و600. النوع في مفهوم النوع ده رايح خلاص ماشي. النوع السابع والأربعون: من لم يروي عنه إلا واحد. النوع السابع والأربعون من لم يروي عنه إلا واحد: لمسلم فيه كتاب، مثاله وهب بن خنبش وعامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي، صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. الله. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه، ودكين والصنابح ابن الأعصر ومرداس من الصحابة. وممن لم يروي عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب والد سعيد، ومعاوية والد حكيم، وقرة بن إياس والد معاوية، وأبو ليلى والد عبد الرحمن. قال الحاكم: لم يخرج في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل، وغلطوه بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب، وبإخراج البخاري حديث الحسن عن عمرو بن تغلب وقيس عن مرداس، وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو، ونظائره في صحيحين كثيرة، وقد تقدم في النوع 23. طيب، النوع 47: من لم يروي عنه إلا واحد. لمسلم فيه كتاب، قال معرفة، ده اسمه معرفة الوحدان، وأيضا يسمونها الأفراد، وهو من لم يروي عنه إلا واحد. ومن فوائده معرفة المجهول إذا لم يكن صحابيا فلا يقبل، كما تقدم في النوع 23: لمسلم فيه كتاب.
إذا كان مش صحابي يبقى فيه جهالة ماشي، لكن لو صحابي خلاص عرفنا أنه هو صحابي. مثاله في الصحابة وهب بن خنبش بفتح المعجمة والموحدة بينهما نون ساكنة الطائي الكوفي، قال ابن الصلاح وسماه الحاكم وأبو نعيم هارما وذلك خطأ، وكذا وقع عند ابن ماجة قال المزي ومن قال وهب أكثر وأحفظ. هرم بعضهم قالوا هارم ابن حنبش لكن هو الأصح وهب ابن حنبش، وعامر ابن شهر وعروة ابن مدرس ومحمد ابن صفوان الأنصاري ومحمد ابن صيفي الأنصاري، وليس بالذي قبله على الصحيح، محمد بن صفوان غير محمد بن صيفي. هؤلاء صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي سيدنا عامر بن شراحيل الشعبي. قال العراقي ما ذكره في عامر قاله مسلم وغيره. عامر بن شهر وفيه نظر، فإن ابن عباس روى عنه قصة رواها سيف بن عمر في الردة، الله كتاب الردة لسيف بن عمر، قال حدثنا طلحة، يبقى ان ايه، يبقى مش منفرد بحديث واحد بس او عن روى واحد بس، لا دي راوي تاني، فلذلك يخرج من ايه، من الوحدان اللي هو عامر ابن شهر. قال العراقي ما ذكره في عامر اي ابن شهر قاله مسلم وغيره ايضا وفيه نظر، فإن ابن عباس روى عنه قصة عن عامر بن شهر لأنه صحابي، رواها سيف بن عمر في الردة، سيف بن عمر أحد أئمة الحديث في كتاب الردة، قال حدثنا طلحة الأعلم عن عكرمة عن ابن عباس قال أول من اعترض على الأسود العنسي وكابره عامر بن شهر الهمداني إلى آخر كلامه، وما قاله في عروة قاله أيضا ابن المديني والحاكم وليس كذلك، فقد روى عنه أيضا ابن عمه حميد الطائي وذكره المزي في التهذيب. الله الله. تهذيب الكمال. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دكين، روى عن اثنين، عن ايه، عن ابي وعن دكين، بالكاف مصغرا دكين ابن سعيد ويقال سعيد، دكين ابن سعيد الخثعمي ويقال المزني، وعن الصنابح ابن الاعصر ومرداس عن مالك الاسلمي، بل المرداس ابن مالك الاسلمي من الصحابة. قال العراقي لم ينفرد عن الصنابح، وانفرد قيس بن أبي يبقى إيه، وما قاله في عروة أي عروة بن مدرس خلاص، قاله أيضا ابن المديني والحاكم وليس كذلك، فقد روى عنه أيضا ابن عمه حميد الطائي ذكره المزي في التهذيب. ليه الكلام ده؟ لأن ما يكون راوي واحد وروى عن واحد بس أو واحد بس اللي روى عنه، هذا يحتمل الخطأ ويحتمل الوهم ويحتمل الكذب واحتمالاته في الضعف أكثر، فلذلك أفرد الوحدان دي لوحدها. فلما يجي واحد تاني يروي عن نفس الشخص، ها، يبقى روى عنه اتنين أو هو روى عن اتنين، ها، فما يحصل كده يزول الضعف المحتمل ده أو يقرب من أن يكون صحيح وإن هو ما وهمش ولم يخطئ وما إلى ذلك. ده معنى الدلالة هنا، إنما قال وليس كذلك، فقد روى عنه أيضا ابن عمه حميد الطائي ذكره المزي في التهذيب اللي هو تهذيب الكمال. وقلنا في تهذيب الكمال ده جاب الرجل أو في كمال لأسماء الرجال جاب الراوي
وذكر كل من روى عنه وكل من أخذ عنه أيضا، يعني ذكر مشايخه كلهم وتلاميذه كلهم مترتبين أبجدي، بشرط اللي ما لقوهوش فيهم يبقى إيه؟ يبقى مش من تلاميذه ولا من مشايخه، ها؟ يبقى إيه حصل؟ أنه نسب إليه أنه روى عنه ولم يروي عنه، طالما أنه مش مذكور في الكمال في أسماء الرجال أو في تهذيب الكمال، لأنه بيجيب الأسماء كلها مترتبة أبجدية، أسماء مشايخه شيوخه كله وأسماء تلاميذه كله، فلما لقوهوش فيهم يبقى ما رواش عنه، يبقى ما أخذش عنه، ليس في سلسلته. ويتضح بذلك أشياء كتير، أخطاء زي خطأ يقولون في حديث التوسل الأعمى في أرواه الترمذي، يقولون الخطمي، في واحد في الرواه منسوب إلى الخطمي، فالإمام الترمذي قال وهو وفلان هو الخطمي، فبعض النسخ المحرفة قالت وفلان هو غير الخطمي، فأنا بحثتها دي بنفسي، جبت طب هما اتنين بالاسم ده، جعفر أبو جعفر الخطمي، ها، وفي واحد تاني أبو جعفر مش خطمي، فغير الخطمي ده لا في سلسلته المشايخ دول ولا في سلسلته التلاميذ دول، يبقى مش هو، يبقى المقصود هو الخطمي، كما قال إيه في الرواية التانية اللي مطبوعة متداولة، ها، وهو فلان، ها، أبو جعفر الخطمي، ماشي، يبقى هو الصحيح هو الخطمي مش هو غير الخطمي، اما زودوا غير الخطمي عشان عايزين يضعفوا الحديث ويجيبوا الراجل التاوي الراوي الضعيف، فتتبعنا مشايخ الخطمي وجدنا ان السلسله دي هو بالفعل مشايخ الخطمي، والتاني تلاميذ الخطمي، يبقى هو اسناده الخطمي، طب والتاني لا دول مشايخه ولا دول تلاميذه، يبقى عرفنا ان هنا اللي مذكور هو الخطمي بالفعل، فالوحدان دي تحتاج الى بحث شديد في تصحيح الحديث، ولذلك قالوا ان الوحدان الانفراد الراوي غالبا ما يكون عليه فيه ضعف، فلما ياتي راوي تاني روى عنه يبقى ما بقاش وحدان، ها، خلاص، وزال نوع من الجهاله للراوي نفسه. وانفرد قيس بن ابي حازم بالروايه عن ابيه وعن دكين بالكاف مصغرا ابن سعيد ويقال ابن سعيد الخثعمي ويقال المزني، وعن الصنابح بن الأعصر ومرداس الله ابن مالك الأسلمي من الصحابة، الله الله الله، سيدنا قيس بن أبي حازم هذا رضي الله تعالى عنه عاش من المخضرمين، يضرب به المثال في المخضرمين بأنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي مخضرم، عشان كده إيه عاش في الجاهلية 60 سنة، فروى عن انفرد بإيه بالرواية عن دكين، ها، وأيضا عن الصنابح بن الأعصر ومرداس بن مالك الأسلمي من الصحابة، الثلاثة دول صحاب، قال العراقي لم ينفرد عن الصنابح، تتبعوا الروايات وجدوا أنه أيضا في ناس تانية رويت عن الصنابح، يبقى الصنابح موجود، ويبقى الرواية دي ارتفع عنها نوع من الجهالة والضعف. قيس بن أبي حازم كده يعني في حد تاني روى عن الصنابح غير قيس بن أبي حازم رايح، بل روى عنه أيضا الحارث بن وهب، ثلاثة روى عن إيه؟ عن إيه الصنابح، خلاص، الصنابح بن الأعصر ثلاثة، وجدوا الأول واحد تتبع الطرق وجد قيس بن أبي حازم فقط، فقال هذا من الوحدان، في احتمال يكون في وهم، احتمال يكون خطأ، احتمال يكون من الصحابي، خلاص، لكن وجدوا رواية تانية، خلاص، بل روى عنه لم ينفرد عن الصنابح، ان قيس بن ابي حازم لم ينفرد عن الصنابح ابن الاعصر، بل روى عنه ايضا الحارث بن وهب، في راوي تاني روى عن الصنابح ايضا، يبقى مش قيس بن ابي حازم، يبقى ده مش من الوحدان والافراد. وذكره الطبراني، قلت
لكن قال شيخ الإسلام إنه وهم، والصواب أن الذي روى عنه الحارث الصنابحي التابعي، وسيأتي إن في اختلاف في الإيه في إيه، ليس الصنابح بن الأعصر إنما الذي روى قلت، لكن قال شيخ ابن حجر أنه وهم، اللي هو قول العراقي وهم. ليه؟ العراقي قال بل روى عنه أيضا الحارث بن وهب، أي عن الصنابح بن الأعصر، لكن الصواب اللي صوابه ابن حجر وقال ده وهم، أن الذي روى عنه الحارث ها ابن وهب روى عن الصنابحي التابعي، واحد اسمه الصنابحي ده من التابعيين ماشي، وليس هو قيس بن أبي حازم، وليس الصنابح ابن الأعصر ماشي. طيب، وقال المزي روى عن مرداس أيضا زياد بن علاقة، مرداس الأسلمي مش انفرد قيس بن أبي حازم، وجدنا روي آخر عنه زياد بن علاقة. قال العراقي والصواب خلافه، فإنما روى زياد عن مرداس بن عروة صحابي آخر، يعني دي برضو ماشي على أنها على الانفراد، الذي قال أن دي أفراد أو وحدان ماشيين سليم كده، الاختلاف في اسم الراوي أنه إيه مختلف. وقال المزي روى عن مرداس أيضا زياد بن علاقة، يبقى مرداس روى عنه قيس بن أبي حازم وزياد بن علاقة. قال العراقي والصواب خلافه، فإنما روى زياد عن مرداس بن عروة واحد تاني صحابي آخر، فيبقى دي من جاشة في الوحدان. وممن لم يروي عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب ابن حزن، والد سعيد المسيب أفضل، ومعاوية ابن حيدة ابن حيدة ها والد حكيم. قال العراقي بل روى عن معاوية أيضا عروة بن رويم اللخمي وحميد المزني، ذكرهما المزي. يبقى عند كده إيه تحفة الأشراف دي ممتازة جدا في تعدد الطرق دي. وقرة بن إياس والد معاوية، وأبو ليلى الأنصاري والد عبد الرحمن وإن كان عدي بن ثابت أيضا روى عنه فلم يدركه كما قاله المزي ماشي. قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل لم يخرج أي الشيخان في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل من الصحابة، اللي هو روى عن ابنه أو روى عن أبوه أو ما إلى ذلك. وتبعه على ذلك البيهقي فقال في سننه عند ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر ماله، الحديث ما نصه. فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما، في أن الصحابية أو التابعية إذا لم يكن له راو واحد لم يخرج حديثه في الصحيحين. إن قال أبو عبد الله الحاكم في المدخل لم يخرج أي البخاري ومسلم الشيخان في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل من الصحابة، كأنه يقول كالمستنكر لذلك مع وجود صحة الأحاديث. وتبعه على ذلك البيهقي فقال في سننه عند ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ها في حديث ها من كتمها أي كتم الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، اللي منع الزكاة أو كتمها فإن آخذوها وشطر ماله، الحديث متن كده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ما نصه ذكر البيهقي. فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه أي الحديث ده جريا على عادتهما، في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرج حديثه في الصحيحين، أنهما لم يخرج الأفراد ها لم يخرج الأفراد في الصحيحين، إنما اشترطوا أن كل واحد يكون روى عنه أكثر من واحد، فاللي روى عنه واحد بس يبقى ده من الأفراد، يبقى ما يصحش ما يخرجوش في الصحيحين. وغلطوه في ذلك أي غلطوا الإمام الحاكم لأنهم دون من الأفراد. ونقض بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب
غيرت البياقي بقى. ونقض أي هذا بأن في أهو وحدان أفراده بإخراجهما أي البخاري ومسلم حديث المسيب بن سعيد أبي سعيد ها اللي هو المسيب بن حزم سعيد بن المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه يبقى ثبت أنهم أخرجوا الأفراد فغلطوا إيه وغلطوه غلطوا الحاكم مش غلطوا البيهقي غلطوا الحاكم لأن الحاكم بيقول لم يخرج في الصحيح عن أحد من هذا القبيل أي من الأفراد أو الوحدان وقال لا أخرجوا حديث المسيب بن حزن اللي هو أبي سعيد في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه وبإخراج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب مرفوعا إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي ولم يروي عنه غير الحسن الله سعيد بن تغلب عمرو بن تغلب قصدي كما قاله مسلم في الوحدان وغيره وإن قال ابن عبد البر وابن أبي حاتم روى عنه الحكم بن الأعرج فقد قال العراقي لم أرى له رواية عنه في شيء من طرق الحديث الله الله شوف الحافظ بيعمل إيه تتبع الطرق كلها بتاعت الحديث وجد ما فيش رواية خالص ها وبإخراجه أيضا البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي وده منفرد برضو وحده يذهب الصالحون الأول في الأول ولا روي له غير قيس كما تقدم تحريره وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري ولا راوي له غيره وقال العراقي بل روى عنه ابنه عمران كما قال المزي وأبو جبير مولى أخيه كما في جامع الترمذي الله ونظائره في الصحيحين كثيرة وقد تقدم في النوع 23 طيب المقصود هنا أن البخاري ومسلم أخرج مما هو انفرد به الراوي عن راوي ماشي وأن ذلك لا يقدح في تلك الأحاديث التي ذكرناها ونظائره في الصحيحين كثيرة قال ابن الصلاح كإخراج حديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وحديث الأغار المزني ولم يروي عنه غير أبي بردة وقال العراقي بل روى عن أبي رفاعة أيضا صلة بن أشيم العدوي وعن الأغر عبد الله بن عمر ومعاوية بن قرة وقد تقدم في النوع 23 شيء من هذا النوع وفي التابعين اللي هم حصل فيهم برضو الانفراد بالرواية اللي هو ما يسمى الأفراد أو الوحدان أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد بن سلمة ناخذ وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين طيب وتفرد وعمر بن دينار عن جماعة كذا وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري وإسحاق أبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ومالك وغيرهم قالوا في التابعين ومثاله في التابعين أي الأفراد أو الوحدان أبو العشراء الدارمي لم يروي عنه غير حماد بن سلمة قال العراقي بل روى عنه زياد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر وكلاهما روى عنه حديث الزكاتي متابعين لحماد بن سلمة فزال التفرد وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين لم يروي عنهم غيره منهم فيما ذكره الحاكم محمد بن أبي سفيان بن جارية الثقفي وعمر بن أبي سفيان بن العلاء الثقفي وتفرد عمر بن دينار عن جماعة وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ومالك وغيرهم تفرد كل منهم بالرواية عن جماعة لم يروي عنهم غيره إنه هو الراوي الوحيد عنه
قال الحاكم: والذي تفرد عنهم مالك نحو 10 من شيوخ المدينة. اسمه أفراد مالك، ماشي، ما تفرد به مالك. قال الحاكم: والذين تفرد عنهم مالك نحو 10 من شيوخ المدينة، منهم مسور بن رفاعة القراضي. قال: وتفرد سفيان الثوري عن 14 شيخا، منهم عبد الله بن شداد الليثي، وتفرد شعبة عن نحو 30 شيخا، منهم فضيل بن فضالة. ماشي، رايح واضح. طيب، النوع 48: معرفة ذكر من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة حتى يتوهم، أما يذكره باسم تاني أو صفة مختلفة يفتكر إن ده غير ده، بينما هو شخص واحد. النوع 48: معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، وهو فن عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس، وصنف فيه عبد الغني بن سعيد وغيره. مثاله محمد بن السائب الكلبي المفسر، وهو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري وعدي، وحديث تميم الداري وعدي، وهو حماد بن السائب راوي ذكاة كل مسك دباغه، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية التفسير. ومثاله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبو سعيد وأبي سعيد الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة، هو سالم أبو عبد الله المديني، وسالم مولى مالك بن أوس، وسالم مولى شداد بن الهاد، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وسالم سبلان. كل دول اسم الواحد بس، شخص واحد له الاسماء دي كلها. وسالم ابو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس، وابو عبد الله مولى شداد. واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه. الله، النوع 48: معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، من كنى أو، يقول الإمام السيوطي، من كنى أو ألقاب أو أنساب، إما من جماعة من الرواة عنه يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، كل واحد يعرفه بحاجة، إما من جماعة من الرواة عنه وهو واحد بس يعرفه كل واحد بغير ما عرفه الآخر، أو من راو واحد عنه يعرفه مرة بكذا ومرة بذاك، مرة بهذا ومرة بذاك، فيلتبس على من لا يعرفه عنده، بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ. قال: هو فن عويص بمهملة أوله وآخره، بمهملة أوله وآخره، العين مهملة والصاد مهملة، أي مش معجمة، أي صعب، تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس. وصنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا نافعا سماه إيضاح الإشكال، وقفت عليه وسألخص هنا منه أمثلة. وصنف غيره أيضا كالخطيب. مثاله محمد بن السائب الكلبي المفسر العلامة في الأنساب، أحد الضعفاء، بل قيل والضاع، وهو اللي هو محمد بن السائب أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري. حدثنا أبو النضر، مين أبو النضر؟ هو محمد بن السائب الكلبي، بن السائب الكلبي، خلاص. يقول: حدثنا أبو النضر، مين أبو الناظر؟ محمد بن السائب الكلبي المروي عنه حديث تميم الداري. وعدي بن بداء في قصتهما النازل فيها: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، رواها عنه عن باذان عن ابن عباس
ابن إسحاق وهي كنيته. عدي بن بداء ده ابن بداء دي كنيته. لا ابو النضر، ابو النضر المروزي. طيب، وعدي بن بداء في قصتهما النازل. طيب تاني. قال وهو ابو النضر المروزي عنه حديث تميم الداري وهو احد الضعفاء. تميم الداري وعداء بن بداء وعدي بن بداء في قصتهما النازل فيها يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت. رواها عنه عن باذان عن ابن عباس ابن اسحاق وهي كنيته. قال الترمذي حديث وقال غريب وليس إسناده بصحيح. وقال عن الكلبي تركه أهل الحديث وهو صاحب التفسير. ورواها أيضا الخطيب في مقدمة كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق. طيب، وهو حماد بن السائب روي حديث ذكاة كل مسك. مسك يعني جلد، دباغه بفتح الميم أي جلد. دباغه رواه عنه عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أبو أسامة حماد بن أسامة وسماه حمادا أخذا من محمد. وقد غلط فيه حمزة بن محمد الكناني الحافظ والنسائي. يبقى ليه ثلاث أسماء، أبو النضر المروزي، ها، ومحمد بن السائب الكلبي، ها، وهو وحماد بن السائب. حماد بن السائب خلى بدل محمد حماد عشان يلغز، لأنه ضعيف ومشهور بالضعف، ها، ما حدش يعني وثقه، بل قيل الموضوع وهو في التفسير بارع، يعني هو كمفسر بارع، لكن في الحديث لا. وهو حماد بن السائب أيضا روى حديثا زكاة كل مسك بفتح الميم أي جلد بدباغه. رواه عنه عن محمد بن عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبي العباس عن أبي عن ابن عباس أبو أسامة حماد بن أسامة وسماه حمادا أخذا من محمد. ما هو محمد بن السائب سماه حماد بن السائب، بس كده يختلف عن الناس. الناس إيه؟ طيب. وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير. قال تفسير عطية العوفي في تفسيره يقول ايه، هو من المفسرين وهو ضعيف ايضا عطية العوفي، يقول قال ابو سعيد. مين ابو سعيد؟ اللي هو محمد بن السائب، اللي هو حماد بن السائب، اللي هو ابو النضر المروزي. دول كلهم اسماء لاربع اشخاص وهو شخص واحد وضعيف، بل متفق على ضعفه، وان لم يكن فيه ايه ايضا من قال انه. وهو ابو هشام أيضا الذي روى عنه القاسم بن الوليد الهمداني عن أبي صالح عن ابن عباس حديث لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم الحديث كأنه بابنه هشام أبو هشام. وهو محمد بن السائب بن بشر الذي روى عنه ابن إسحاق أيضا. ومثاله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة. هو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك ابن أوس بن الحدثان النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري. قال الإمام النووي ومثاله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة. وهو سالم أبو عبد الله المديني ده أول اسم لي، وسالم مولى مالك بن الأوس اسم تاني، وسالم مولى شداد بن الهاد، وسالم مولى النصريين، وسالم مولى المهري، وسالم سبلان، وسالم أبو عبد الله الدوسي، وسالم مولى دوس، وأبو عبد الله مولى شداد. قال الإمام السيوطي
ومثاله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان، وهو سالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن الأوس بن الحدثان النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري الذي روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ونعيم المجمر، وهو سالم مولى النصريين بالمهملة والنون الذي روى عنه سعيد المقبوري، وهو سالم مولى المهري أي روى عنه عبد الله بن يزيد الذي روى عنه عبد الله بن يزيد الهذلي، وهو سالم سبلان بفتح المهملة والموحدة الذي روى عنه عمران بن بشير، وهو سالم أبو عبد الله الدوسي الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، وهو سالم مولى دوس الذي روى عنه يحيى أيضا، وهو أبو عبد الله مولى شداد الذي روى عنه محمد بن عبد الرحمن وأبو الأسود، وهو أبو عبد الله الذي روى عنه بكير بن الأشج، ومثله محمد بن قيس الشامي المصلوب في الزندقة، كان يضع الحديث قال أبو خال بن الجوزي دلس اسمه على 50 وجها، وقال عبد الله بن أحمد بن سوادة قلب اسمه على 100 اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب انتهى، فقيل فيه محمد بن سعيد اللي هو المصلوب ده، ومحمد بن قيس الشامي المصلوب، قيل فيه محمد بن سعيد، وقيل محمد مولى بني هاشم، وقيل محمد بن أبي قيس، وقيل محمد بن الطبري، وقيل محمد بن حسان، وقيل أبو عبد الرحمن الشامي، وقيل محمد الأردني، وقيل محمد بن سعيد بن حسان بن قيس، وقيل محمد بن سعيد الأسدي، وقيل أبو عبد الله الأسدي، وقيل محمد بن أبي حسان، وقيل محمد بن أبي سهل، وقيل محمد الشامي، وقيل محمد بن أبي زينب، وقيل محمد بن أبي زكريا، وقيل محمد بن أبي الحسن، وقيل محمد بن أبي سعيد، وقيل أبو قيس الدمشقي، وقيل عبد الرحمن، وقيل عبد الكريم على معنى التعبيد لله تعالى، وقيل غير ذلك. وزعم العقيلية أنه عبد الرحمن بن أبي شميلة ووهموا، لا عبد الرحمن بن شميلة واحد مختلف غيره. واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه، فيروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والكل واحد، الثلاثة دول كلهم شخص واحد. وتبع الخطيب في ذلك المحدثون خصوصا متأخرين، وآخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر. نعم، لم أرى العراقي في أماليه يصنع شيئا من ذلك، إن كانوا بيعتبروها ها نحن أهل فن الحديث فما تدخلش معانا، أنا أغرب عشان أنت بتخش معانا ألغز عليك، وهو الشخص واحد اللي بيروي عنه، ماشي؟ ده من باب إيه؟ التفنن والتمكن من علم الحديث. ونقرأ المرة القادمة النوع 49 معرفة المفردات، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.